جرى اتصال هاتفي بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وأخيه جلالة السلطان الحاج حسن البلقية سلطان بروناي دار السلام تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك دعيين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين والشعبين الشقيقين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والمسرات